رأيك في منع الشباب المخالفين من دخول جامعة الأزهر؟ اولا انا عيب من الامن كلنا من بره وصلوا ان هم يمنعنا ان ندخل ما يدخلش الشباب ده. مش مرجاله يعني، مش مرجاله ان واحد يخش الجامعه بنطلون متقطع او يلبس حظاظه او يلبس سلسله او يلبس حاجه زي دي. اسمها حريه شخصيه، فانا حر البس ايه، شكلي عامل ازاي، بنطلوني شكله ايه، شعري عامل مش المفروض ما يتحكموش في الناس يعني. المفروض ان احنا اصلا بنعلم الدين للناس اللي بره، فالحاجات دي لو مخالفه للشرع والدين فعادي يعني المفروض تتمنع يعني. عايزين الحمد لله لان ما ينفعش ان احنا نمشي بدون مقطعه، لان الدين امرنا ان احنا ما نمشيش بدون المقطعه دي. في حاجات معينه ما ينفعش في الجامعه، بما ان احنا جامعه هي ما زالت حتى الان هي الجامعه الوحيده او المؤسسه الوحيده في العالم اللي ما زالت تحمل لواء الاسلام. شايف ان دي حاجه مش كويسه، وان احنا شايف ان احنا بنقلد الغرب اصلا، اي حاجه الغرب بيعملوها احنا بنقلدها.